السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة احنا هنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالسهو في الصلاة. وطبعا الكلام عن الأحكام المتعلقة بالسهو في الصلاة في تفصيلات كتيرة جدا صعب إن احنا نتكلم عنها كلها، علشان كده احنا هنتكلم عن أهم المسائل اللي احنا ممكن نتعرض ليها. وطبعا علشان المسائل ما تتوهش مننا وتدخل في بعضها، احنا هنقسم كلامنا عن المسائل على 4 أجزاء. النهاردة إن شاء الله احنا هنتكلم عن الجزء الأول. وقبل ما نتكلم عن الجزء الأول، في مسألة حابب أنبه عليها. في بعض الناس يكون عنده وسواس قهري. الوسواس القهري ده مرض أصحابه فعلا بيعانوا جدا في مسائل السهو في الصلاة وغيرها من المسائل. والوسواس القهري ده مرض ليه علاج، وكتير من الناس بفضل الله لما تعالجوا من الوسواس القهري ربنا سبحانه وتعالى أتم شفاهم. فأنت لو عندك وسواس قهري ياريت تروح تتعالج عند طبيب نفسي علشان ترتاح من العذاب اللي بيعيش فيه الإنسان اللي عنده وسواس قهري. والمسألة دي ما فيهاش أي نوع من أنواع العيب ولا فيها نوع من أنواع الحرج، بل فيها الراحة ليك أنت، لأن أنت هترتاح من يعني أزمة الوسواس القهري. المسألة الأولى اللي هنتكلم عنها النهاردة، إن أنا وأنا بصلي لي حالة من 2. الحالة الأولى إن أنا أكون بصلي لوحدي. الحالة الثانية إن أنا بكون بصلي مأموم خلف إمام في صلاة جماعة. بالنسبة للحالة الأولى إن أنا بكون بصلي لوحدي، فأنا لو سهيت في الصلاة فبيلزمني كل أحكام السهو اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله. طيب الحالة الثانية إن أنا بكون بصلي مأموم خلف إمام في صلاة جماعة. في الحالة دي أنا لو سهيت وأنا خلف الإمام لكن الإمام ما سهاش، فأنا ما يلزمنيش أي حكم من أحكام السهو. لكن لو الإمام سهى وسجد للسهو، فأنا بيلزمني إن أنا أسجد مع الإمام للسهو حتى لو كنت أنا ما سهيتش في الصلاة ديت. المسألة التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة، إن أنا ممكن أصلي صلاة ناقصة. يعني مثلا أصلي صلاة المغرب ركعتين وأسلم، أو أصلي صلاة العشاء ركعتين وأسلم، أو أصليها 3 ركعات وأسلم. أنا هنا لي حالتين. الحالة الأولى إن أنا أفتكر إن أنا صليت صلاة ناقصة بعد الصلاة مباشرة أو بعدها بوقت قصير. يعني مثلا أنا صليت المغرب ركعتين وسلمت، كده أنا ناقصني ركعة من المغرب، فأنا افتكرت بعد الصلاة مباشرة إن أنا ناقصني ركعة، أو افتكرت بعدها فترة صغيرة إن أنا ناقصني ركعة، فهنا بيلزمني إن أنا أصلي الركعة اللي كانت ناقصاني وبعد كده أسجد للسهو بعد ما أسلم من الصلاة. الحالة الثانية إن أنا أفتكر إن أنا صليت صلاة ناقصة لكن بعدها فترة زمنية طويلة. يعني مثلا انا صليت صلاة الظهر 3 ركعات وسلمت، وبعد كده خرجت ورحت مشوار، يعني رحت الشغل، المهم ان انا عملت فاصل زمني طويل بعد الصلاة اللي انا صليتها صلاة ناقصة، وبعد كده افتكرت ان انا كنت مصلي صلاة الظهر 3 ركعات. هنا بقى ما ينفعش ان انا اقول هصلي الركعة اللي كانت ناقصاني واسجد للسهو، لا، هنا علشان الفاصل الزمني طويل انا بعيد الصلاة كلها تاني، وفي الحالة ديت ما بيكونش عليا سجود سهو لان انا عدت الصلاة كلها. بكده نكون انتهينا من الكلام عن الجزء الأول من أحكام السهو في الصلاة. إن شاء الله عز وجل في الجزء الثاني هنكمل الكلام عن المسائل المتعلقة يعني بأحكام السهو في الصلاة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة معدنا مع الجزء الثاني من كلامنا عن أحكام السهو في الصلاة. وإحنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول عن مسألتين من مسائل السهو في الصلاة. فأنت لو ما سمعتش الجزء الأول هتلاقي الفيديو موجود على القناة على اليوتيوب أو على الصفحة على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مسألتين من مسائل السهو في الصلاة. المسألة الأولى إن أنا ممكن أنسى ركوع أو أنسى سجدة من سجدات الصلاة، وأنا هنا بيكون لي حالتين. الحالة الأولى إن أنا أتذكر إن أنا نسيت ركوع أو نسيت سجدة أثناء الركعة نفسها اللي أنا نسيت فيها، وهنا بيلزمني إن أنا أجيب الحاجة اللي ناقصتني أثناء الركعة نفسها. مثال علشان الموضوع يوضح، أنا مثلا بصلي صلاة الظهر وأنا في الركعة الأولى بدل ما أركع وبعد كده أنزل للسجود، لا، أنا نسيت الركوع ورحت نازل على السجود مباشرة. بعد ما سجدت افتكرت إن أنا نسيت الركوع، فهنا بعمل إيه؟ فهنا بقوم وأركع وبعد كده بنزل للسجود وكمل ركعتي عادي. كذلك نفس الأمر لو أنا نزلت، أنا بقى بصلي الركعة الأولى وركعت عادي ونزلت للسجود عادي لكن سجدت سجدة واحدة بس، وأنا قايم للركعة اللي بعد كده افتكرت إن أنا نسيت سجدة، فهنا بعمل إيه؟ هنا بيلزم لي إن أنا أسجد السجدة اللي ناقصتني حتى ولو كنت وقفت للركعة اللي بعد كده، طالما إن أنا ما ابتدأتش في قراءة الركعة اللي بعد كده. يبقى دي الحالة الأولى إن أنا أتذكر أثناء الركعة نفسها
ايه اللي ناقصني، فهنا بيلزمني ان انا اجيب الحاجة اللي كانت ناقصاني وبكمل صلاتي عادي جدا. الحالة التانية ان انا اتذكر ان انا نسيت ركوع او نسيت سجدة، لكن بعد ما دخلت في الركعة اللي بعد كده، يعني بنفس المثال اللي معانا، انا بصلي الظهر وجيت في الركعة الاولى نسيت الركوع، وبعد ما نسيت الركوع رحت نازل على السجود يعني مباشرة سجدت سجدتين وقمت وقفت للركعة رقم 2 في صلاة الظهر، بعد ما بدأت في القراءة افتكرت ان انا نسيت الركوع بتاع الركعة اللي فاتت، هنا بقى ما ينفعش ارجع واقول هجيب الركوع تاني بعد كده هجيب الركعة تاني واكمل الركعة اللي فاتت، لا ما ينفعش، طالما انا دخلت في قراءة الركعة اللي بعد كده فانا هنا بلغي الركعة اللي فاتت والركعة اللي انا فيها ديت بتكون مكانها. وفي الحالتين، الحالة الاولى او الحالة التانية، انا بسجد سجدتين للسهو بعد ما بسلم من الصلاة. المسألة التانية اللي معانا النهاردة ان انا ممكن اشك في عدد ركعات الصلاة. مثلا انا بصلي الظهر وشكيت هل دي الركعة التالتة ولا هل دي الركعة الرابعة؟ أنا هنا بيكون لي حالتين، الحالة الأولى إن أنا أشك هل دي التالتة ولا الرابعة، لكن عندي غلب الظن إن دي الركعة رقم 4. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت لو شكيت ثلاثة ولا أربعة لكن عندك غلبة ظن ان انت في الركعة رقم 4، خلاص يبقى تكمل صلاتك على ان انت في الركعة رقم 4، وبعد كده بتسجد سجدتين للسهو بعد ما بتسلم. طيب دي الحالة الأولى. الحالة الثانية ان انا اشك أنا في الركعة التالتة ولا الرابعة لكن مش قادر أحدد يقينا أنهي فيهم، ما عنديش غلبة ظن، محتار مش عارف أخد قرار هل دي التالتة ولا هل دي الرابعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، قال: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلاص بقى، طالما أنت مش عارف تحدد وما عندكش غلب الظن يبقى أنت هتبني على اليقين، أنت شاكك ثلاثة ولا أربعة، لا والله خليني في المضمون يبقى هم ثلاثة، يبقى بكمل صلاتي عادي، وبعد ما بكمل الصلاة بسجد سجدتين للسهو قبل ما بسلم من الصلاة. بكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من كلامنا عن أحكام السهو. إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا إن شاء الله هنكمل في كلامنا عن أحكام السهو مع الجزء الثالث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة معدنا مع الجزء الثالث من كلامنا عن أحكام السهو في الصلاة، وإحنا كنا اتكلمنا في الجزء الأول وفي الجزء الثاني عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام السهو في الصلاة. فأنت لو حابب تراجع المسائل ديت هتلاقي الفيديوهات موجودة على القناة على اليوتيوب أو على الصفحة على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مسألتين من مسائل السهو في الصلاة. المسألة الأولى إن أنا ممكن أنسى التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط، وأنا هنا بيكون لي حالتين. الحالة الأولى زي ما أنت هتشوف كده في الصورة إن أنا أنسى التشهد الأول لكن أفتكر إن أنا نسيت قبل ما بكون وقفت للركعة اللي بعد كده، هنا بيلزمني إن أنا أجلس تاني وأجيب التشهد الأول للصلاة، وفي الحالة دي أنا ما بيكونش علي سجود سهو. الحالة التانية إن أنا أنسى التشهد الأول لكن أفتكره بعد ما بكون وقفت للركعة اللي بعد كده، أنا هنا ما ينفعش أنزل تاني، ما ينفعش أنزل طالما أنا وقفت، خلاص ما ينفعش أنزل تاني. طب بعمل إيه؟ بكمل الصلاة عادي وفي الآخر بسجد سجدتين للسهو قبل ما بسلم من الصلاة. طيب أنا لو نزلت بعد ما وقفت للركعة اللي بعد كده إيه حكم الصلاة هنا؟ والله أنا لو كنت عارف إن ما ينفعش أنزل بعد ما بكون وقفت للركعة اللي بعد كده وأصريت إن أنا أنزل، فأنا حكم صلاتي هنا إنها بتكون بطلت، ما عادش تنفع الصلاة ديت. طيب أنا وقفت ونزلت لكن أنا ما كنتش أعرف الحكم دهوت، ما كنتش أعرف إن أنا ما ينفعش أنزل بعد ما بكون وقفت الركعة اللي بعد كده. في حالة إن أنا ما كنتش عارف الحكم أو إن أنا نزلت ناسي، فالصلاة بتكون صحيحة إن شاء الله سبحانه.
سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اللي معنا النهاردة ان انا ممكن ازود ركعة في الصلاة، يعني مثلا بدل ما صلي المغرب 3 ركعات صليته 4 ركعات، او بدل ما صلي العشاء 4 ركعات صليتها 5 ركعات. انا هنا لو تذكرت ان انا زودت ركعة اثناء الركعة الزايدة ديت يلزمني فورا ان انا اقطعها. يعني مثلا انا بصلي صلاة العشاء وزودت الركعه الخامسه، وانا في الركعه الخامسه افتكرت ان دي الركعه الخامسه، ما ينفعش بقى اكمل واقول بقى دي صلاه وخير وزود ومفيش مشاكل. لا، هنا بيلزمني فورا طالما ان انا تذكرت ان انا دي ركعه زياده عليا، يبقى انا يلزمني فورا ان انا اقطع الركعه ديت وانتهي من الصلاه ديت. ده لو كنت بصلي لوحدي. طيب هنفترض ان اللي زود هو الامام، يعني انا بصلي ماموم خلف امام، الامام ده هو تزود ركعه، زود ركعه، يعني هو بيصلي العشاء بدل ما بيصليها 4 ركعات هو صلاها 5 ركعات. انا هنا بعمل ايه بقى كمأموم؟ والله انا كمأموم هنا ليا حاله من اتنين. الحاله الاولى ان انا اكون متيقن ان الامام ده هو تزود ركعه، ان الامام ده زود ركعه، فهنا بعمل ايه؟ هنا بيلزمني ان انا ما تابعش الامام، يعني انا بصلي وراء امام والامام ده هو تزود ركعه في صلاه العشاء جاب ركعه خمسه، انا متيقن ان الامام ده في الركعه الخامسه، ما ينفعش اقوم معاه لان انا متاكد ان دي ركعه زياده. طيب بعمل ايه؟ اهل العلم هنا قالوا انت ليك يعني حل من اتنين. الحل الاول ان انت تنتهي من صلاتك وتخرج، ان انت بقى تنوي ان انت انفصلت عن الامام وتتشهد وتسلم وتطلع من الصلاة دي، تبقى انت كده صلاتك كملت. ده الحل الاول. الحل الثاني ان انت تجلس التشهد زي ما انت وتنتظر الامام لغاية لما بيخلص الركعة دي، وبعد كده بتسلم مع الامام وبتسجد معاه للسهو. طيب في الحالتين انت صلاتك صحيحة، يعني سواء انت نويت ان انت تنفصل عن الامام او ان انت انتظرت الامام علشان تسلم معاه، في الحالتين صلاتك صحيحة. طيب الحالة بقى التانية ان انا الامام يزود ركعة لكن انا شاكك هل فعلا الامام زود ركعة ولا لا، يعني انا بصلي وراء امام صلاة العشاء الامام جاب ركعة زيادة لكن انا مش متأكد هل هو فعلا زود ولا لا، انا شاكك. في الحالة ديت انا بيلزمني ان انا اتابع الامام واسجد معاه للسهو في اخر الصلاة. بكده نكون انتهينا من الجزء الثالث من كلامنا عن احكام السهو في الصلاه. ان ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياه، هنتكلم في الجزء الرابع والاخير عن احكام السهو في الصلاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الجزء الرابع والاخير من كلامنا عن احكام السهو في الصلاه. واحنا كنا اتكلمنا في الاجزاء الثلاثه اللي فاتت عن بعض المسائل المتعلقه باحكام السهو في الصلاه، فانت لو حابب تراجع المسائل ديت هتلاقي الفيديوهات موجودة على القناة على اليوتيوب أو على الصفحة على الفيسبوك. النهاردة إن شاء الله احنا هنتكلم عن مسألتين من مسائل السهو في الصلاة. المسألة الأولى متعلقة بمواضع سجود السهو، إمتى تكون قبل السلام وإمتى تكون بعد السلام. المسألة دي من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم بيرى إن السجود كله قبل السلام، وبعض أهل العلم بيرى إن السجود كله بعد السلام، وبعض أهل العلم بيرى التفرقة، في بعض المسائل بيكون السجود فيها قبل السلام وبعض المسائل بيكون السجود فيها بعد السلام. وده والله أعلم الأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع سجد قبل السلام وفي بعض المواضع سجد بعد السلام. لكن الموضوع ده ممكن بعض الناس يتحير فيه ويتلخبط. الإمام ابن قدام عليه رحمة الله ذكر قاعدة بتيسر عليك إن أنت إزاي تفرق ما بين المواضع اللي تسجد فيها قبل السلام والمواضع اللي بتسجد فيها بعد السلام. القاعدة دي ملخصها إن سجود السهو الأصل فيه إنه كله قبل السلام، سجود السهو الأصل فيه إنه هو كله قبل السلام، إلا في ثلاث مواضع، إلا في ثلاث مواضع. الموضع الأول ان انت تزود في صلاتك، ان انت تزود في صلاتك فانت هنا بتسجد بعد السلام. الموضع الثاني ان انت تشك لكن عندك غلبة ظن، يعني مثلا انا شاكك صليت 3 ركعات او 4 ركعات لكن غلبة الظن عندي ان دي اربع، ان هم 4 ركعات، فانا ببني على غلبة الظن وفي الحالة دي بسجد بعد السلام. يبقى دي الحالة الثانية ان انا اشك لكن عندي غلبة ظن فأنا بسجد بعد السلام. الحالة الثالثة إن أنا يكون علي سجود سهو قبل السلام لكن أنا نسيت أسجد، وفي الحالة دي أنا مفيش قدامي إلا غير إن أنا أسجد بعد السلام. فدي الثلاث حالات اللي سجود السهو بيكون فيها بعد السلام، بخلاف الثلاث حالات دي سجود السهو كله بيكون قبل السلام. المسألة الثانية اللي معانا النهاردة إن سجود السهو عبارة عن سجدتين بتسلم بعديهم مباشرة بدون ما تتشهد. سجود السهو
عبارة عن سجدتين بتسلم بعديهم مباشرة بدون ما تتشهد، لأن الحديث اللي ورد في مسألة التشهد في سجود السهو ده حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بكده نكون انتهينا من الكلام عن الأحكام المتعلقة بسجود السهو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.